السلام عليكم لوليات بسعادة وبسعادة كالعادة، مازلنا مواصلين في البيفات. اليوم البيف هذا عنده برشا قايم، عنده جعام ولا أكثر، ما بينات موكا وصاحبه كعبي، وعنا توا وفي بالي وشادي في الموضوع شادي. فاليوم فما جابه تخلى مع أخوه فهم، ولاو الزوز ضد زوز نظري من قبل زده في العجة جابوا ملا لذلك يا وليد. فهمتني كي كبرت فاني قررت اني نكبر نهدي نفوس، ما نحبش نكبرها برشا الحقيقة، نمشي نسمع التراك فهمتني. ليتس جو. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت عقوك العالم والله، كي تعري وتوري مش يقولوا يا تبارك الله، يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق كنت عقوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره، باقي لغه حرقه وشيخة فسد ومبت البر. نديو نفوس خويا احنا فهمني، الله لا يقدر علينا خويا وما نحبهاش تكبر احنا. هاي 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 تراك 4 دقائق، شبيهم دقيقتين برك. كمش تحكي بالبروف، انا عشق القصة مش بشتوفة، فراسي خطة نجيب المولة، مصدق تخفى حبني نوفة، تراسي لي مبدل في اللغة، تراسي نك في كعبي وموكا جموعة نموت عليها ملا بلس ما نيش بدلي يسمي لي اخويا يسمي. تراسي نك في كعبي وموكا، اني لا نسكت اني اخويا ما نسكتش من منبري هذا. شور الحوت عملها هيت ما بيسيوفا بيتش، راهي تغيط خاطركم مش متعبيف باش يجاوب 6 شهور، راهي تغيط خاطركم مش متعبيف باش يجاوب 6 شهور، لازمو 6 شهور باش يجاوب. برتون عطيكم تمارين في حومتك تلقاني ندور، في حومتي تلقاني تشيل، ما انا كل شي في الحلوف، انتي سرمك ياكل فيك يا وعلاش مزروب امشي في عقلك ترابي والناس ما فهموكش تلوش في قحبات علاش مزروب ترابي والناس ما فهموكش. ما سمعتش تراك، ريتك تبدا ماكش من الاول هكا تسمع في البيف وماكش متبع من الاول. كان في بالي بها باش تهيص هكا وش ولي وزوز ضد زوز وش تكبر وتلعلع، راني من الاول نتبع فيه البيف هذا ني اللي مين ورق لك احلف في الحبس ما مسوكش، تحبها في صور مقتصق لك ماني قلت لك تشوف اللوكش، احكي لي تسخن في صحنك نار لي تشريها بفلوسك، شعر القحبه ميبونو يحكي على الوابنا هو تحت في لحظه حبسو كل تعطف ما مشانك وتريح على يا غرطه تدرك ما يسوى شي تفشت. حبسوا الكل عداه في ممشى ونيك تريح على غرطة على شنو نسميوه احنا؟ راسيون هذا مادام يا غرطة باز راسيون الحكاية فاهم. تدفي زبي بالطفلة من يكون مع الزبي تنس وما تحكيش لغة هذا خير تراك. قالوا ترى يحلف في الحبس ما مسوكش، وقالوا ما تحكيش لغة هذا خير تراك. جرتو اي الاخر هو اخر واحد هبط كعبي وقت جينا شنعمل عليه رياكت، وقتها جات الفازة متاع البيف وكسبان ولا يسبوا فينا احنا والدنيا، قلت له ماني معش رياكت على حتى بيف في تونس وقتها الفازة هيك يا نور قالت ما توقفش وانتي لعبها توباكش، 6 شهور شادت الفرش ما يرابيش وشدوا التراك، وجاك لي نزرك من الشمس مانيش نفدلك معاك، انا مانيش ناخذ باك ما انتي بصدق جملة، انا يعني مشني واخذ باك ما انتي بصدق جملة عمي متاع لداك، وانتي عطيني بالترمى اسبالي كل اللي معك، واللي عطي فيك الكلمة ماني سامع بك رضا، فرق لك في عينك الخضرة ما يا تسكت ما تحكيش، حرك راسك تقول في شكون عيني خضرة كعبي بالك موكا عيني خضر مارش. ماني سامع بك رضا، فرق لك في عينك الخضرة ما يا تسكت ما تحكيش، حرك راسك تقول في حضرة طاير بيهم كيما ميش تزو كيما خالد بدرة، حتى عيني عالكوب تفريك اما راسي في كيس الدنيا، عندك فخرة كيف تشيخ احنا نقولوا عليها بليا وجيب عندك فخرة كيف تشيخ احنا نقولوا عليها بليا. تستحق تصفيق عليها الكلمة هذه والله العظيم يا الوليد، راهي ماشي فخرة راهي بليا بالرسمي خويا، ربي يهدينا ربي توب علينا يا با يا فلان اش تعمل والله يا خويا نعمل فيك عبيد وربي يهدينا ربي يتوب عليك. برجوليه عجبتني هذه من شادي، هذه تجي من عرفتش شادي هذا جاب لا شادي هذا لا يدي شادي هذا يا برو جاب يدي خونا شادي هذا صوت شادي زوز خوات وفايب يقربوا بعض مش تشكي بيا ما كسنيتش يا طحان، ما لقيتش معايا ثنيا وانا في بالي بيك ملمان، ما هيش اول قاعده انا نشوف رجال وهوليغان، تعيش عمرك تعس عليا وما تكتبش كيفي بار وما توليش كيفي بار. عشت طول عمرك تعس عليا وما تكتبش كيفي بار. لا لا اخونا 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 اخويا اخونا.
جل نقطع بعد الفاصل جيت نكسر لك المفاصل نكتك وديجا في الحاصل لالي رتور معايا خسرتيني كم وما تقدرش تتم وتقول سامحني تيني كم وما تحشمش. لحظة لهني فما سبنهم ولا نيكو خاطر نيكم وما تحشمش لاي مش سبنهم تور معايا خسرتيني كم وما تقدرش تتم وتقول سامحني تيني كم وما تحشمش الو نيكم وما تقدرش ونيكم وما تحشمش الاولاد ما هم السبان مات فما كلمة في الوسط مانيشني نسمع فيها مليح معايا خسرتيني كم وما تقدرش تتم وتقول سامحني تيني ثم ضربه عملت متى لهني لهني فما جبدان ام شاف الحاصل لالي رتور معايا خسرتيني كم وما تقدرش تتم وتقول سامحني تيني كم وما تحشم شتلة تدري شنو شتلة تم وقال زعما نحى كلمة رتور معايا خسرتيني كم وما تقدرش تتم وتقول سامحني تيني كم وما تحشم باه شوفوا الاولاد نيكم وما تقدرش ونيكم وما تحشمش هدية من السبان ام فاهمين في الوسط ما سمعتيهاش ما كبتيتهاش ما نجمتش يا روضه ها اخويا ايه هاكا الويت وحليت باب بلا جيت الدربه على الزبي راني نقص عليك لاوي عيش مشارشي مع اللحامات نكتم كريديات جيب باصن عندي هودي وشري بها كل فيات وتسبني في تم كريديات وشري بها كل فيات حمد نكتم هكريديات جيبها باصن عندي هودي وشري بها كل فيات وتسبني في ستوريات نلعب بكم كل مانيات تتقدس في باكوات وتتقد في الفريت انتي ومكرم سلوى بنات جم تسأل الفانيات يعني راو تركب الكعبرة انتي ومكرم سلوى بنات جم تسأل الفانيات يا خونا باكويت وتتقد في الفريت انتي ومكرم سلوى بنات جم تسأل الفانيات تكت لحس بنت الغربة وانا عندي الكابتوريت وانا عندي انتي تلحس لبنت الغربة وانا عندي الكابتوريت وفي باب المنارة انا ريت الزين يا شرع الله كملوا لا لا اشتربخ اشتربخ هذا يقول نحكي فيه لا 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 الفانيات تكت لحس بنت الغربة وانا عندي الكابتوريت وانا عندي الكابتورات وبيكم باش نسقات خاطركم كمشة سقات خاطر قلوبكم مبرات جاي علي اضحك في سرمك تنقي لك بالملقات عايش ناسي زقم عمري قصد له وش مدات ها هاشي ناسي زقم عمرو اك علش موش مدات اي 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 اخونا تبدل الانسري اه ولا كليب هو المرسى اوه ليه ليه شو 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 ملفظة لك عمل لك عبارة مو هذية حومة كعبي وموكا المرسى هذي المرسى ذاك الكورنيش اه هوك المرسى هوك المرسى كورنيش يا برو بتاع المرسى ذاك شوف 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 باه خلي لنيش نقول كلمة ساعة خلي نقول كلمة ساعة راهو تنجم تقولي لا امشي للكورنيش وما تخلش للحومة ودنيا باهي نجم مازلنا ما نشوف باهي لحظة ساعة لحظة خلنا لكن هذا المطلوب لولاد انه كي تعمل كليب الكليب يكون فيه كلاش فاهم فما كلاش في الكليب برو ولا كوفر تكون الكوفر وحدها كلاش زاد شكون اللي برني منك وشكونك انت يا راه ولا ني جابو تخليتها ولا بس عجيت بالغالط مغروم بالطحين وتلحيس كنت تنقص في كليباتنا وديدي وقتاش يجي ماني كنت بعثك اثنيك توا باش نرقد عليك ستة شهور باش تكتب بيس ماكش كاندريك لامار ستة شهور باش تكتبيه صدقني راه تبقى منيك مش كي تعمل مليار اما العصبة في جيبو دينار لا عندك باندا وماكش باند انت يا عبر بابار جايبها جنكسا سالابيس صوركش على اللازار فمش اخونا اخونا على التكنيك راجل صور كليب وصور كليب اخونا في المرسى هي عندك باندا وماكش باند انت يا عبر بابار جايبها جنكسا سالابيس صوركش على اللازار فمش متركع غادي قحبة تركح لك لوراق صاحبتك عرفتك تامع يا اخي قصتها معاك انتي صاحبتك عرفتك تامع يا اخي قصتها معاك شكوني هذي هذي متاع الامارات اكتر عندي يعني عرف لي بحثك عندي تسكت تعمل افار ولا تخو قرار تلعب لي بيك الجيتار كيشو تنجيبها في البانو كيما كافي دورات فلويتك كلهم باسك شرغاتي بر مشي نايك ليبو بتنكت امك يا ذوما دخلوا للجيم بتنكت امك يا ذوما دخلوا للجيم ليه اخوني برني برني برشا حزمة فما شي ما نتقابلنا في حومتك نغزر لك وانتي تتكريك يا كعبي ما نتقابلنا في حومتك نغزر لك وانتي تتكريك عليك موسيقى راني نجيب بايك في بالو نضال السعدي كيف رضع على الهادي زعيم انتي فاهم وانا بالو نضال السعدي كيف رضع على الهادي زعيم
شنو هو هذا اخونا؟ شنو المواضيع المنيكة اللي قاعدين تحكيوا فيها؟ هي مواضيع منيكة راهو، مواضيع منيكة 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 اخونا. فيهم فاهم ما ندخلش في الديتايات، في بالو طيب جعبة ما جابوا ليش الطيب، في بالك في بالو الطيب جعبة ما جابوا ليش الطيب. اخونا حفلة تاي يوهنن يا اخونا، تاي حفلة اخونا اخي بتكلمونيش بتضويوا ليش بتقوليش بس عادة برا رياكتي وتني. اخونا نحب الروح الرياضية اخونا، نحب الروح الرياضية وان شاء الله نشوفه روح رياضية. سهل تشبدني مش فاهم تغلطني كمتاعك اشبك سهل حسدني على الهصة اللي خلت كانك واعد ماكش جارح انتي بس وبالع موزيكا والشارع في سويسرا وسعولو فيها يبكي وياكل في الاخنانة بتحنطو خي قالوا لي مكرز ومحجور من اللي في المكتب وقاري في روحه النقص ويرابي باش يظهر مجرم يجربها ما مخلى لتحومته. قالوا لي قارو في روحه النقص واللي هو في المكتب ويرابي باش يظهر مجرم، يعني مجرم ايه تشو امه قالت له كعبي برا اخرج برا شوف لما زيد رابك راهوكي وجهك ووجهك راهوكي ترمى بالمصروف هرت لي شعبي يا سعد يطلع عنده الوبنة ما ما يحبش يستعد لعنا نسيت ستوديو قري فيك لكتيبه فوق البيت كيفاش تجي اما طلعت بيم لما توني امسي هذا اللي نسيت وقت اللي نقري فيك هما كانوا صحابك هيك فرد موف ما كل شيء يا يقلوا اخونا عليك انا عاملين لك عصفوره تصفيره وكعبي اللي يجيب اول فين جيب حكه بازلين حطوا فيك من حكم وقلت لك ما غير ما تقارن تحشيلك جيت معينه وانا تبت باعتقالك جاي صادم كي الكرتاخينه تي راس وراس بتويما ويحب تستي معينه تشكون ولا ما نعرف يتقدر يا توفا يتقدر يا توفا قالوا كلنا نبعث فيك تقضي خايب هذيه كنا نبعث فيك تقضي يا اخوان ويتقدر يا توفا باو باو هذه في الاخر شوف برو نعطي عليها ملاحظة شو نعمل فيديو في الشين الثانية علاش ما توفا وهيش تروح بوكس واكثر تفاسير تتلقاو الفيديو في الشين الثانية تفاسير في الايامات الجاية فهمتني نحكيو فيها اكثر برشا الموضوع بالرسمي اخوي عندهم طاول البيف راهو فما قرابات 6 تراكات ولا 4 تراكات يعني هذا من اول ما بدينا ريكتيو وقتها بالرسمي ما نعرفش شكون شادي مازلت ما نعرفوش شادي يعني كي دخلت مانيشني كلمة عمق برشا اول ما بديت نعمل رياكسيونات مانيشني كلمة عمق برشا في السين وما نعرف بالرسمي وقتها عمل لك الفيديو هكا حاسيلو معنا البيف مطاول يا اخوي فما لقطة مزيانة صارت لقطة متاع الكليب متاع مشي صار في المرسى متاع هاني لهني وهاني وحدي لهز معاه ولا تحومته ولا اخويا احنا ولا طلع سكينه وبدا يطلع في لسانه ويعمل هيك الاندرتيكر ليش هاني في حومتك ندور محليه محليه الميساج خويا كلاش فهمتني فاني مدامية هو الدور الكل على الكورنيش صحيح على الكورنيش اكيد على الكورنيش باهي ميساج باهي خويا هاكا عندنا حتى احنا في حومتنا كورنيش منين هذا منين شادي هذا من برا اخوي عندهم كورنيش حتى هو نمشي نعمل قهوه اللي في قهوه تسكر لي غادي ما راك حد بتبيعك راه تمشي عادي اليوم مثلا تنجم تمشي لاي بلاصه تعمل قهوه تتسمسم هكا تحت فيسع تخطف لقطات وتفص جوك بيه وهاك اخوي كلاشيت اني بالنسبه ليا حتى كان اخوي كرهبه تستنى والباب محلول وشي صار لقطتين فيسع وشهر فهمتني خويا عجبني اني هكا خويا فما ايماج فما تصويره فما ميساج واضح الفايب مزيانه مش عادي تكنيك بتاع مش عادي وفما بونش لاين ويت وفما بيران وفما دوسيات وفما كل شيء فما كل شيء كل شيء موجود تراك برجوليه كامل وبصراحه القلب الثاني زاد البومباب اخويا برجوليه تكنيكات ما شاء الله ملول شادي والبوم بعد فما جابو فما تراك بالنسبه لي يعني بالرسمي كامل اخويا خبك حفل الدنيا ما غادي اخونا برا اخونا خليك قاعد انا شات شوف اخونا سمعوني اخويا شوف رواحكم كان قلقتوا اخويا منه تراك منه تراك منه تراك منه وقلقتوا خويا اني موجود كونتاكتيكم الزوز يجيو زوز اخوات منا ويجيو كعبي وموكا ونحفلوا الدنيا ونعملوا دات خويا وتريح بوكس 4 شهور قدام انتوما هكا تحفلونا الجو تحفلونا الانستغرام الاربعة كل واحد يترينا في بلاصه ويراني فيه الكوتش نتاعو ودنيا الاربعة شهور كاملين تلقاو متعكك وتلقاو متخدمو بس عادة يلقى ما يعكك والناس الكل تلقى متعكك ونعملوا تيكي خويا ب50 دينار فهمتني وما يتعداش في اللايف البارتي باش العباد تجي وتقص تيكياتها ونحفلوا خويا الناس الكل وتنيكوا بالبوني يا اخوي جي ولا ما تجيش تحبوا نعملها كي دبليو دبليو اي زاده بالمسان عرفتها كانت مسي صاحبك يدخل يعاونك فهمتني تشدوا الزوز في تركينا وبالكراسي كراسي صحيت كل شيء متاح الا تحبوا انتم اني موجود خوي اعلانات اشارات تعليق با 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 شادي مشي موكا راح يا غالي موكا شد
والله تخيلها بارتي كيما كيك مازالش بس والله وانا بسبد فهمتي جابوا وشادي منا بس سبته سبته ومنا موكا وش اسمه وش سبته سبته واحد اثنين ثلاثة ويدخلوا في بعض تسمع الجمهور اه حفالي فهمتني شبيه موكا والله راح والله الاولاد بالرسمي راه نحكيو بالرسمي خويا وعندكم انتوما 40% من المدخول 20% الكعبي وموكا وكل شيء مو متاح ونتفاهموا كان مش عاجبتكم النسمة نتفاهموا خويا من المداخيل من الارباح فهمتني والله واني موجود خويا ونصحوا عقد في البلدية وجاوكم به لا خويا جهويات وسبان مات واعراض لا شيء خويا كلاشيو بعضكم احنا الرياكتيف حبيتوا ردها خويا فهمتني على ارض الواقع سبتوا مش غيطات عرفتني ولا تلقاها على حصان منا كل واحد على حصان وجماعة زوز منا لحصونه زوز منا لحصونه فهمتني خويا نحفلوا احنا كنيس تبع نحفلوا ولا خويا وخليوا طلعوا انتوما اللي ما جبدوا بها انتوما عملها انتوما اول مرة تصير في العالم العربي بيف ينتقل الى ارض الميدان ويولي بارتي أرض بوكس الميدان. ولا يولي بارتي بوكس الولاد هذه كانت الرياكسيون على جابا جابو شادي خويا وان شاء الله ان شاء الله مزيل 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 احنا مش نهديهم فوس اما برجولية ملخص القول على التراك هذا تراك كامل ديستراك ونستنى موكا يجاوب راه ما تحكيليش موكا لازم يجاوب لازمهم يجاوبوا ففيت ففيت موكا وكعبي راه فلوه في كعبي يخليه مليك راه باش نشوف الحال نهبط التراك شعيش يهبط خليه بالعقل حاسيلو الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده تستحق اي حاجه غير الفلوس تنجم تعمل علينا تلا في الانستغرام وما تنساش غادي كي راهو ما يضيع عليك شيء كان حقك وما يتعدى عليك شيء كان السرد انستغرام هو مش انا مريق نحضر نحفل ونقعد ونبقى باي باي حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت فوق العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا يا تبارك الله يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت فوق العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدري حسبها مره باقي لغة حرقه وشيخه فسد ومبدل بره